تحية في غاية الاخضرار. وبعد، لأننا نسكن في المدن فنحن لا نشعر بمعاناة أهلنا الذين يعيشون في الأطراف. أهل المدن تأتيهم المياه في الصنابير، هم لا يشعرون بمغزى كلمة موجة جفاف. لما حد يقول لهم كده إنه هناك موجة جفاف تعصف بهذه الدولة العربية أو تلك، لا يفهمون هذا الكلام. هم يفتحون الصنبور المياه فتتدفق المياه. جفاف إيه بقى؟ ما فيش جفاف ولا حاجة. لكن أهلنا الذين يعيشون عيشة أجدادنا في الصحراوات العربية، أهلنا من الفلاحين العرب، يعرفون جيدا معنى حكاية الجفاف دي. جفاف يعني حياتهم مهددة، يعني قطعان ماشيتهم تموت عطشا، يعني المحاصيل التي يتعيشون عليها تجف وتذوي أمام عيونهم. لهذا فإن مركزا لمراقبة موجات الجفاف هذه، وخصوصا حين يتحول إلى مركز عربي شامل للإنذار المبكر، يحتاج منا تأملا ويحتاج منا كذلك دعما، وخصوصا من أهل الإعلام. ادعموه يا أهل الإعلام عشان خاطر هؤلاء الذين يعيشون على الأطراف. أوصت اللجنة الدائمة من الدول العربية لدى المنظمة العالمية للإرصاد الجوية ممثلي الجامعة العربية والممثلين الدائمين للدول العربية لدى المنظمة العالمية للإرصاد الجوية والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بضرورة دعم المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر في الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة في السعودية، ليصبح هيئة إقليمية ذات صفة اعتبارية مستقلة تخدم جميع الدول العربية. لا شك أن المنطقة العربية، وخاصة خلينا نتكلم عن منطقة الخليج العربي، في السنوات القليلة الماضية كان هناك ندرة في سقوط الأمطار. هالندرة في سقوط الأمطار شكلت لنا عائق، اللي هو كثرة الجفاف والأتربة اللي بدأت تتزايد في انتشار ظاهرة الغبار، واللي قاعد نعاني منها الآن كدول مجلس التعاون بآثارها الصحية والاجتماعية والمادية أيضا. ولا شك أن أحد الحلول اللي احنا نرجو أنها تكون موجودة هي إنشاء كمركز يكون مختص في دراسة هذه الظاهرة كالجفاف والانتشار الغبار وكذلك الإنذار المبكر، لأن احنا في دول مجلس التعاون خلينا نقول طبيعة الجو عندنا واحدة، فلا شك أن وجود مثل هذه الهيئة أو الدراسة أو المركز راح يكون له آثار إيجابية على مستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون. وناقش المجتمعون على هامش الاجتماع الوزاري الأول للإرصاد في الدول العربية، ناقشوا واقع شبكة الإرصاد الجوية في الدول العربية، خاصة الدول التي عانت الأحداث مؤخرا، ومراكز المعلومات الإرصادية والمناخية العربية، والتدريب والتأهيل، والأوضاع القانونية والتشريعية واختلافها في الدول العربية، وتوحيد الأجهزة المستخدمة في الرصد، وتوحيد الموقف العربي في المؤتمرات الدولية كالتغير المناخي. الحقيقة ظاهرة الجفاف أصبحت شائعة بالوطن العربي. الجفاف خلينا نتكلم عنه بشكل مختصر. الجفاف هو عند تحول المنطقة إلى جفاف بنسبة 10%، هاي المنطقة تميل إلى نسميها ظاهرة التصحر. فالتصحر أصبح ظاهرة واسعة في وطننا العربي، وخصوصا مناطق العراق والسعودية والخليج وبعض المناطق في أفريقيا. إنشاء مثل هيشي هيئة الحقيقة هذا سوف يولد تعاون ملزم للدول المشاركة، وبالتالي راح يأثر على تخفيف هذه الظاهرة وانعكاساتها البيئية المعروفة. ظاهرة الجفاف أصبحت تشكل خطر حتى على الإنسان والبيئة. ظاهرة الجفاف الآن تعاني منها معظم دولنا العربية، وخصوصا بالسنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية اللي طرأت على العالم. وخلصت التوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة إلى تأكيد رفع مستوى التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال الإرصاد الجوي، وحث الدول إن أمكن
على الربط بين مراكزها في مجال رادارات الطقس ومحطات الرصد الأوتوماتيكية، وتأكيد أهمية بناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات بين الدول العربية ومع المراكز المتقدمة عالميا، إضافة إلى توطين التقنيات في مرافق الإرصاد العربية والمراكز الإقليمية ذات العلاقة بالإرصاد والمناخ ومراكز الأبحاث بالجامعات. الحوار التالي الذي أجريناه مع الدكتور سعد محلفي رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية يكشف لنا نقطة في غاية الأهمية. ما مغزى أن تكون لدينا لجنة عربية دائمة للأرصاد الجوية دون أن يلجأ القطاع الخاص ودون أن تلجأ الحكومات العربية للحصول على خدماتها وتنبؤاتها الجوية وتوقعاتها للمناخ وعما إذا كانت هناك موجة جفاف ولا موجة جراد ولا موجة أمطار على هذه المنطقة العربية أو تلك؟ ما مغزى أن ننفق أموالنا لرصد المناخ دون أن نهتم بمعرفة نتائج هذا الرصد؟ بالنسبة في المملكة العربية السعودية في عام 96 ميلادي أقر المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر بالرئاسة بجدة، ومركز إقليمي يخدم معظم الدول العربية، ومنذ ذلك في الوقت هذا المركز قام بأعمال جيدة سواء من مراقبة الغطاء النباتي أو التوقعات الفصلية والإنذار المبكر من بعض الظواهر المرتبطة بالجفاف. وبما أن الجفاف أصبح بصمة واضحة وله تأثير على معظم الدول العربية، فالبعض رأى أنه يرتفع إلى هيئة أو الرقي بها هيئة يكون لها صلاحيات أوسع وتشكيل إداري وفني أوسع، فهذا مقترح من بعض الدول العربية من جامعة الدول العربية، قدم هذا المقترح، وأيضا تدعم المنظمة العالمية للرصاد والمنظمات الأخرى المعنية بالجفاف والتغير المناخي. سوف يبان يوم غد في الاجتماع الوزاري بداية إن شاء الله أن يكون هناك وضع أفضل لمراقبة ومجابهة والحد من أثار الجفاف على المنطقة العربية. بعيدا عن الاجتماع الوزاري، كيف نستطيع أن نطبق الاقتصاد الأخضر في الدول الناشئة دون أن يكون هناك عوائق لتطبيقها؟ والله بالنسبة للاقتصاد الأخضر لابد أن نخدم المعلومة. أول شيء يكون عندنا معلومات كافية سواء عن المناخ أو الأرصاد أو العوامل البيئية الأخرى أو الغطاء النباتي، هذه المعلومات أن تكون متوافرة وهي معلومات استراتيجية، ثم بدأ تحليل هذه المعلومات والمعطيات واستخدام ما يسمى بالتوقعات طويلة الأمد، محاكاة الوضع الراهن للوضع المستقبلي بمشيئة الله. يتضح أيضا كيف نبدأ ونتعامل مع الاقتصاد الأخضر ليكون أساس، ولكن بدون المعلومة يكون الوضع صعب. أعتقد الوطن العربي يحتاج إلى مزيد من شبكات الرصد الجوي، شبكات الرصد المناخي، استخدام تقنيات جديدة مثل الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية لمعرفة حالة ومعطيات السطح والغطاء النباتي وخواص التربة وتأثير أي موجات عليها بما فيها موجات الجفاف أو الفيضانات إذا وجدت. هذه المعطيات سوف تكون المؤشر الأول لأن نقول أن عندنا اقتصاد أخضر. بالنظر إلى التقارير الأخيرة نجد أن الدول العربية كان أداؤها ضعيفا خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، ما هي أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ والله يرجع إلى شقين. الشق الأول أعتقد التوعية، لأنه التوعية مهمة جدا بأهمية ما يسمى الاقتصاد الأخضر، لأنه ممكن أي قطاع حتى لو يكون طاقة أن يتحول إلى اقتصاد أخضر إذا ما استخدمت المعايير البيئية في ذلك. ولكن التوعية أول شيء مهمة جدا على مستوى المواطن وعلى شرائح المجتمع كلها. ثانيا الانفورسمنت، هنا جدا مهم أن يكون بمعنى الانفورسمنت اللي هو عملية إجبار الشركات أو المؤسسات أو الاستراتيجيات على أن تستوعب الاقتصاد الأخضر من خلال معايير ومقاييس، وأيضا تكون جزاءات أيضا على بعض المخالفين. هنا نبدأ البنية الأساسية للاقتصاد الأخضر ليفهمها الجميع وتكون من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع إلى كافة التعاملات. ما هي أبرز المحاور البيئية التي نوقشت في الاجتماع الوزاري الأول والذي عقد في مدينة جدة؟
والله أول شيء نوقش فيه هو الحقيقة تطوير القدرات في الإقليم العربي في المنطقة العربية وبين الدول العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لنصل إلى ما يتطلبه الوقت الحاضر من طفرة في التكنولوجيا في الاتصالات طفرة في علمية جدا، وهذا ما يدعم قطاع الأرصاد والمناخ أو خدمات الأرصاد لأنها مربوطة بهذه التقنيات. ما دام أصبحت هذه التقنيات متوافرة فأعتقد أن الجهود سوف تتضافر ويكون هناك خدمات أفضل وأعمق جدا لعملية مجابهة الكوارث أو خدمات الجمهور والمواطن وأيضا استخدامها في التنمية بصفة عامة كتنمية مستدامة. النصيحة الخضراء. مشاهدي الكرام، الإمارات أثلجت صدورنا بإعلانها عن وشك توقيع اتفاقية لإنشاء 4 مفاعلات نووية على الأقل بتكنولوجيا كورية جنوبية. التكنولوجيا الكورية الجنوبية تكنولوجيا سجل السلامة فيها ممتاز، الحوادث لديها تساوي صفرا ولعلها تستمر كذلك، وخصوصا في مفاعلاتها التي ستبنيها في دولة الإمارات. لكنني سارعت بسؤال واحد من كبار الاختصاصيين العرب في مجال الطاقة النووية، قلت له: دولة حارة كالإمارات كيف ستبرد هذه المفاعلات؟ قال لي: ستبردها بمياه الخليج. قلت له: كيف ستصرف إذن المياه التي تلوثت بالإشعاع والتي ستعود مرة أخرى إلى مياه الخليج، كيف ستنقي هذه المياه؟ قال لي: ما فيش طريقة للتنقية من الإشعاع، هي المياه دي هتكون فيها نسبة إشعاع ضئيلة وستعود لمياه الخليج تمتزج به ويدار ما دخلك شر. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. ينبغي أن نطلب من الكوريين إن هم يخترعوا لنا تكنولوجيا تنقي مياه الصرف والتبريد هذه من الإشعاع، وإلا فإن مياه الخليج العربية التي لا تتجدد إلا كل عقد من الزمان أو أكثر من ذلك، حتى بعض الناس بيقولوا كل ربع قرن، مياه الخليج ستتحول حينما تحاصر بمفاعلات إماراتية ومفاعلات إيرانية، وبعدين ربنا يسهل بعد كده هيبقى في مفاعلات سعودية ومفاعلات قطرية إلى آخر ذلك، ستحاصر بمياه مشعة مصروفة في مياه الخليج، ونلقي على ظهر خليجنا العربي المسكين عبئا جديدا، عبء الإشعاع كمان، مش كفاية المد الأحمر. أرجوكم يا أهلنا في الإمارات، اطلبوا من الكوريين أن يضمنوا لكم ألا نقطة مياه تبريد واحدة ستخرج من مفاعلاتكم إلا بعد أن تكون مضمونة الخلو من الإشعاع بنسبة 100%. وإلا سيبكم من الكوريين، روحوا للأمريكان ولا حتى روحوا للفرنسيين، المهم تروحوا لجهة تضمن لكم ألا تصرف مياه مشعة في الخليج العربي. خضر الله أيامكم وأعمالكم ومفاعلاتكم.